الآن هنا من انطلاقات هذا الصباح على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، أحد فروع تحفة ميادين السباقات بالمرموم. شوطنا الثاني على بركة الله يتحرك بتحديات اللقاية، المهجنات، الأصايل، والمسافة هي 5 كيلومترات. على بركة الله نبدأ مع البداية ونتابع الصدارة، لحن ماجد بن علي بن حسن بن أحمد المرزوقي، من يتابع لحن على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هناك بروك عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي على المركز الثاني، والمركز الثالث هناك ظهور أيضا حيرة جاسم بن محمد بن علي الوهيبي، من يتابع حيرة على المركز الثالث، والمركز الرابع ظهور أيضا شعار الرميثي، هنا من يظهر مع عياد علي بن خليفة الرميثي، ايضا من يتابع عياد على المركز الرابع، والمركز الخامس ايضا التسلل هناك مع بالشرقي مع سلام حميد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، من يتابع سلام على المركز الخامس، والمركز السادس هنا ايضا نشوه اسهيل بن احمد بن خادم الرميثي، من يتابع نشوه على المركز السادس، والمركز السابع هنا ايضا ظهور اسم ظهور ايضا شعار بن ميرين، من يتابع هنا ايضا احتفال محمد بن سلطان بن ميرين الكتبي، من يتابع احتفال على سابع المراكز وثامن المراكز، ايضا هنا ايضا يتابع المركز الثامن، ويتابع الانطلاقه المميزه هنا نصيب، هنا النصيب حميد بن راشد برويس الكتبي على المركز الثامن، والمركز التاسع هناك ايضا تاسع المراكز هناك الحذاف عبد الله بن احمد بن علي السبوسي، والمركز العاشر عاشر المراكز هناك الساحرية خليفة بن حميد وسحر الشامسي. هكذا الأسماء العشرة الأولى المذاعة على حضراتكم. نعود مع ندائنا الثاني، هل من تغيير؟ هل من منافس على مقدمة هذا الشوط؟ غيرت حيرة، حيرة غيرت على المقدمة جاسم بن محمد بن علي الوهيبي، من يتابع حيرة على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز وثاني المراكز هنا بروك عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي على المركز الثاني، والمركز الثالث هناك ايضا الانضمام والتحدي من سلام حميد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي على المركز الثالث، والمركز الرابع هنا رابع المراكز لحن ماجد بن علي بن حسن بن احمد المرزوقي على المركز الرابع، والمركز الخامس هناك احتفال من تحتفل بهذا التحدي وتحتفل بهذه المنافسة الشيقة محمد بن سلطان بن ميرين الكتبي على المركز الخامس، والمركز السادس مع هناك مع أيضا الرميثي هناك مع عياد علي بن خليفة الرميثي على المركز السابع، والمركز الثامن هناك ايضا ظهور اسم جديد نشوى سهيل بن احمد بن خاتم الرميث بن خاتم الرميثي على المركز الثامن، والمركز التاسع المركز التاسع هنا التحدي وهنا المنافسه المميزه الحذافه عبد الله بن احمد بن سلطان السبوسي على المركز التاسع والمركز العاشر. اختم هذه الجوله مع هذه المنافسه المميزة والتحدي الرائع هنا على أرضية هذا الميدان، راهي خميس بن محمد بن مبارك المهيري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة في تحديات الأصائل وتحديات المنافسات الشيقة على أرضية هذا الميدان. أتابع التغيير وأتابع المقدمة، غيرت احتفال، غيرت احتفال على مقدمة هذا الشوط مع بن ميرين هناك مع بن ميرين، نعم من يتابع احتفال محمد بن سلطان بن ميرين الكتبي، من يتابع احتفال مع هذا التغيير الملموس والملحوظ للغاية. ركز يا بن ميرين، ركز يا بن ميرين، ولكن هناك أحذرك من هذه الأسماء التي تشارك على أرضية هذا الميدان. هذا هو سن المفاجآت وسن المنافسات وسن التحديات. يا سلام، المركز الثاني أيضا هناك بروك عمران بن سلطان بن تريم الكتبي على المركز الثاني، والمركز الثالث ظهور سلام حميد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي. يلا يا أهالي الأبيض، أهالي برزمان يطالبون بالسلام ويطالبون
بالتحدي أيضا والمنافسة المميزة. رابع المراكز، رابع المراكز حيرة، عسى في الأمر خيرة يا راعي حيرة. جاسم بن محمد بن علي الوهيبي على المركز الرابع والمركز الخامس. قلت لكم وصلت الأسماء، قلت لكم وصلت الأسماء، وأول الواصلين هناك، وأول الواصلين لحن ماجد بن علي بن حسن بن أحمد المرزوقي واصل بتحدياته، وأيضا على المركز السابع هنا أيضا الانضمام سابع المراكز والتحدي الرايع من راهية خميس بن محمد بن مبارك المهيري واصل مع راهية على المركز الثامن والمركز التاسع. أيضا ظهور اسم جديد، ظهور اسم جديد في هذا الشوط، وصلت الساحرية. يلا يا راعي الساحرية خليفة بن حميد وسحر الشامسي وصل مع الساحرية، وصل بن سرداع، وصل بن سرداع. يلا يا بن سرداع شد الحيل، شد الحيل. الله الله الله، ياهي أسماء، ياهي تحديات، ولكن هذا هو سن المفاجآت، هذا هو سن المفاجآت. يلا يلي بتروح، شد شد الهمة، شد الهمة، شد الهمة. الناموس أين يذهب؟ الناموس أين يذهب؟ أين يذهب الناموس؟ حاير طاير الناموس، حاير طاير. ولكن نذكر 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط والصدارة والمقدمة. هناك المقدمة، هناك الصدارة راهية. خميس بن محمد بن مبارك المهيري، يلا يا ابن اخي ركز يا ابن اخي على هذه الانطلاقة المميزة اللي تابعها ابن اخي في هذا الشوط وفي هذه اللحظات. وصل بن سرداع، وصل بن سرداع، اسم خطير قادم، اسم خطير قادم من الجانب الاخر. هناك ايضا الحدافة عبد الله بن احمد بن علي بن سلطان السبوسي وصل مع الحدافة، وصل مع الحدافة. ولكن نتابع هناك الكاظمية، هناك الكاظمية، صالح بن خليفة بن راشد المهيري وصل مع الكاظمية، وصل مع الكاظمية. ولكن نتابع المقدمة، وتابع هذا الصراع، هذا الصراع الشيق على المقدمة. الصدارة غيرت، الصدارة غيرت. هناك الحدافة، غيرت الحدافة على مقدمة هذا الشوط، هي الحدافة، هي الحدافة. عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي من يتابع الحدافة على المقدمة. انطلقت الحدافة، خلاص خلاص يا راعي الحدافة، خلاص يا راعي الحدافة، لا تقول لها شيء، لا تقول لها شيء، خلاص خلاص هي منطلقة بالفوز والناموس والتحدي الرايع على أرضية هذا الميدان. خلاص لا تقول لها شيء، لا تقول لها شيء، لا تقول لها شيء. يا سلام يا سلام يا سلام. المقدمة الحدافة عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. سلام يا زعبيل، سلام يا زعبيل، سلام يا ند الشبه، سلام على فوز الحذافة بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. يا سلام عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. أشكرك يا السبوسي، أشكرك يا السبوسي على هذه المتابعة المميزة للحذافة على المقدمة. تهانينا والناموس عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. تهانينا والناموس. ثانية المراكز، ثانية المراكز مع المهيري. هناك المركز الثاني راهية خميس بن محمد بن مبارك المهيري، والمركز الثالث، المركز الثالث هناك تبوك سالم بن راشد بن سرداح الاكتبي. اشكرك يا ابو سرداح. والمركز الرابع، المركز الرابع والخمسة عند ضالة التحكيم. عودنا مشاهدينا الاعزاء بالتهنئة لمالك الحدافة على هذا الأداء المميز اللي قدمته الحدافة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 7:54 هو التوقيت الزمني للحدافة. تهانينا والناموس.